الرئيس باراك أوباما هل كان له سبب في إعادة نفوذ إيران للعراق؟ طبعا 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 اوباما كان يقرا، هذا قرا كتاب أرض العالم كما الميعاد. هو، يقول للعرب متخلفين بدو جهله، يحشي على العرب بهذه الطريقه. هاي موجود الكتاب في اليوم، رحمه الله عليه إجابة الملك مختصرة عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله. سالني قال لي تثق بامريكا بزمن بوش؟ قلت له والله اخي ابو متعب، يعني احنا مو قضيه ثقه، بس اكو مصالح، وانا اعرف انه بوشي يحترمك ويحبك والى اخره، فليش ما نستثمر هاي لتحقيق مصالح الامه العربيه؟ هاي مع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عليه. فحقيقه اوباما ما كان هيك بهالطريقه. يعني لم اجى لقى كلمه بمصر مشهوره، معروفة، يعني ليس رجل ثقة. لا ماكو، محمد جواد ظريف الى العراق قبل كم شهر وزارني، طلب موعد معايا وشفته بالمكتب، وكان معايا لفيف من الاخوه العراقيين. قلت له ليش تحركون تعطون صواريخ الحماس وشقون الحركه الفلسطينيه وصواريخ حزب الله ويضربون اسرائيل، حتى اسرائيل تدخل الى الساحه وتخربط الاجواء كلها؟ مو صحيح هذا الكلام. قال لي انا اريد معاهده عدم اعتداء مع الدول العربيه. قلت له شو عملت على هذا عدم الاعتداء؟ قال لي انا عملت شيء، كتبت مقال والله وحياتك. قلت له هذا هي شيء يتعاملون مع الوزراء الخارجيه العرب؟ انت كتبت الى الشيطان الاكبر تطلب منه انه تتدخل وتحلون مساله الملف النووي بالمفاوضات، ليش ما تكتب رساله الى الوزراء الخارجيه العرب وتقول لهم اولا الوزاره بها 3 محتويات: تصفير المشاكل، عدم الاعتداء هو للدوله ولمتوابع الدوله ووكلاء الدوله، وتبادل المصالح. هاي هي ما وقام بالرد على هذه بكتابة مقال بدلا من تنفيذ الوعود.